ابي اتكلم معك. Excuse me, انا هطلع take your time. قاعدي كلارا. اللي بيتكلم يتكلم وانت هنا، واللي ما يبي يتكلم يروح داره. بابا يا فاطمة تزعلين علي؟ عمرك ما زعلتي، عمرك ما زعلتي ولا هجرتيني ولا هديتي فراشك ونمتي برا. المدام قلبها كبير وما بتزعلش من حد. انت خلي قلبك كبير وطلعي برا وخلينا بروحنا نتفاهم. بردون بس دي غرفتي ومش هطلع منها، اللي عايز يتكلم يتكلم ويروح على غرفته. من حقك من حقك. مدام قالت فطامي من حقك من حقك. فاطمة الحين انت ايش علي تسألين الله يهديك؟ هل اني سألتك من تكلمين؟ ايوه انا ملقوف. وإذا زعلانة على إني ما قلت لك سلامات، يبقى 2000 سلامات، 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 سلامات. فعليك بس، يعني ما يصير، ما مرة صار منك هذا، تهجرين وتطلعين. صدقيني يا فاطمة، من طلعتها من الدار أنا كل على القنف قاعد، وطالع الباب، أقول الحين تدش الحين، لكن ماكو فايدة. يعني صدقين ما طبق جفن على جفن. عفوا استاذي بس شخيرك وصل لغرفتي. وانت شك وانت سير البحر الخير وطلعي برا. ايش قلت يا ابوي؟ في شنو؟ يعني ما يصير انت فاهم هني، هذا كان مو عدل ولا خلاص عاد فطامي طاح لها طاف. فطامي؟ فطامي؟ طاح الخط. اي زين يعني مالي خاطر عندك قب كل هالسنين، مالي خاطر عندك. كلمتين سامحيني وتهجريني. غير غير هالكلمتين الله يخليك، مليت منهم. الله يسامحك يا الغالية، الله يسامحك يا العزيزة. صدقيني هالكلمتين طلعك من قلبي. حمد اسمع بقول لك شيء، أنا ما بغيت الحوار هذا ترى يطول قدام كلارا لأنها عيب غريبة والمفروض ما تعرف بخلافاتنا الشخصية، بس علشان كذي. أنت اللي قلتي لي. اسمعني حمد الله يخليك للآخر، خليني أخلص كلامي. اللي قلته أنت كان لازم تقوله لأنك أنت غلطت علي قدام الجميع والكل سمع سوء الظن، والحين أنا جاية هني علشان أنا أقول الكلام هذا بيني وبينك كالعادة ومن غير الشهود. فاطمة كلامك شيء يخوف، كلامك وايد يخوف. يعني أنت سامع عني شيء؟ وليش؟ انت مسوي شيء خايف انه يوصل لي؟ لا لا بس يعني الظن هذا ظن مو زين. وظنك فيني زين؟ خلاص خلاص عفوا عليك، بس انت رعية القلب طيب. خلاص يلا اطلب منك السموحة. حمد ترى انا اعرفك اكثر مما انت تعرفني، اعرفك زين. الكلام اللي طلع منك من شوي واحنا عند كلارا ترى ما كان من قلبك، اللي من قلبك الكلام اللي قلته من كم ساعة. استغفر الله. عبد الله ما انت رايح العيادة؟
مو شغلك. شنو اللي مو شغلي؟ يعني عاجبك قعدتك كذي؟ ام بعد مو شغلك. قوم عبد الله كلمني عدل لو سمحت، ترى لا عاد تشبدي من البيت، لا عاد تشبدي منك ومن ولدك، واحد من شكحلي تحت بالصاله والثاني من شكحلي بغرفه النوم، قوموا وبنظف البيت بعد له ما صارت. ترى انت ذبحتينا؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ في واحده تحكي ريلها كذي؟ شنو طقت شبدك مني؟ ريلك انا ريلك؟ ها؟ احنا انت قصيتي شعرك وسويتي كل شيء على راحتك، باقي بس لسانك، متى تقصينه؟ انا تقول تقصين لسانك؟ عيب عليك تكلمني بهالطريقة، أنت تعرف أهلي شلون رباني وتعرف بيتنا عدل. إيه بيتكم بيت بروناي. والله إذا عاجبك بيت بروناي كان خطبت بنتهم. ولا ترى مو وقته، تستظرف دمك منه صباح الله خير. قم قم قم، قم أنا ما قاعد أستظرف معاك، أنا أعرف أستظرف ويا منه، ما أستظرف ويا ناس ما عندهم حس الاستظراف. قم قم. وبعدين وبعدين وبعدين. وبعدين قوم فارج اخذ ولدك واطلع روح عيادتك فكني منكم خل افتك شويه ارتاح منكم ما صارت هالعيش هذه واذا ولدك بيقعد لي بهالبيت انا اللي بطلع منه يا يبانا بمشاكل روح متضايق اللي بالقلب القلب يا يبا اذا انت ولدك هذا ما قدرت عليه تبين احنا نقدر عليه كفايه عندنا هالنوره هذه هالشنقص اللي مطلعه لنا قرون يبا شو هالحكي الله يهداك يبا نوره بين جيرانكم طارق ولدكم ها شو هالحكي يا يبا؟ بعدين انا قايل لك الوقت مؤقت لين اخلص على المشاكل اللي مع حمار بعدين هو شو عنده؟ شو عنده طارق؟ ما عنده بس التلفزيون وعنده شويه الالعاب بس لحد يدوس له على طرف بس ماذيني ماذيني مطفرني مطفرني زين هو لين متى بيتم كذي يعني لا دراسه ولا مدرسه يبا يبا انا مو جايك الحين عشان اتفاهم بخصوص دراسته هذا موضوع ثاني ارجوك انا الحين عندي مشاكل ويا زوجتي يعلم فيها رب العالمين على قولتهم الحق الكذاب لباب بيته بشوف تاليتها وياها زين انا اشوف يا يبا انا ريال راعي قرار و اي 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 يبا هذا اللي ابي منك قرب يبا تكفى انا بشاور امك انت يعني طول عمرك تبي تشاورها هي الحين خذت مشوارك لمن يابت نوره يا يبا احنا بيننا مشاكل وزين اللي رضت ما ابي اضايقها لازم اشاورها الحين هانت يا يمه حديد سهل كلها كم شهر وتطلع يا حبيبي ان شاء الله ايش فيك يمه جنك مو مستانس ما الحين ما طلعت عشان استانس ما يخالف يا حبيبي تحمل يدتك ترى مو مقصره وان شاء الله بعد ما يقصرون معانا زين يمه يعني انت لو كنتي مكان مازن راح تسامحيني الله لا يحطني بهالمكان انا ما اتمنى حق اي ام قلبها يحترق على موت ظناها ظن غالي يا يمه غالي يا حبيبي ما حد معصوم على الخطا بس المهم ان احنا نتعلم يا يمه يمه انا صورتي الحين ببالي يمه ما اقدر انسى الشر الله أخذ أمانته وردك لي يعني المفروض أنك أنت تترحم له تصدق له هي ما وتكون الشغلة هذه عبرة في مخك حبيبي لازم نوعى على كل شيء نفتح مخنا شوية يما لا تهور وقت عتاب صار يما أبيك تتعلم من داخلك حبيبي تعبان قلبي مو محترق حياتي والله عمتي ما ادري ايش اقولك اطلع بالخش وارد بالخش وهذه منيره على كل طلعه تسوي لي سالفه ومنيره من متى كانت وصيه عليك لا عمتي حرام هي تقطي علي حتى وعليه يعني تتم على العصابه لين ارد ليش انت وين تروحين تردين والله ماكو مكان محدد يعني مره الكوفي شوب مره المول واليوم عندي طلعه وايد مهمه قاعده حاتيها انتي مو ناويه تشتغلين؟ لا ابي اكمل دراستي حتى تخيلي عمتي ابوي اصلا رافض اني اشتغل وهالشيء ما افكر فيه الحين والله ابوك هذا الناس منغره فيه دكتور وحالته حاله عبالهم عقله متفتح وهو عقله الكبر اللي عمتي انت ايش اخبارك مثل ما انتي شايفه قهوه ونسكافيه وما في زباين لو فوق هذا كله ادفع رواتب موظفين
وما في عايد. عمتي أنا أقصد أخبارك العاطفية، يعني ماكو مشروع زواج أو خطبة مثلاً. وليش هالسؤال؟ لا يعني مجرد سؤال، يعني أنا قاعد أدور مناسبة علشان أطلع من البيت. لا ماكو شيء جديد، ملل في ملل. إنزين والمشروع القديم إيش صار عليه؟ تفركش. تفركش؟ وأحسن إنه تفركش. أنا مو مستعدة أضحي في حريتي وتزود زواج بالسر وأنا مو ناقصني شيء. أمتي أنتي كنتي تحبينه؟ أنا أحب نفسي وكرامتي فوق كل شيء. إن شاء الله حادني أتزوج واحد يحب نفسه أكثر مني. إي والله وأنتي صادقة. أخي ولي زين. أبوي يقول إن أنتي ممكن تتوسطين لي، والحين الحياة ما شاء الله كلها واسطات وأنا ما عندي واسطة. أي شيء أي شيء، حتى لو تشغلين عندك هني شاو. شقلني هني يبا. ترى بنتي نفس واي زين في الطباخ. من ممرضة اللي طباخ إيش فيك؟ إيه تشفيكم؟ المفروض هذا النقاش مو يدور فيما بينكم بالبيت. بعدين ست ليلى إيش في الطباخ؟ أنا كنت راعية أكبر شركة مقاولات في البلد، والآن أنا صاحبة مطعم. هل تعتقدين أن المهنة تقلل من قيمة الإنسان؟ طال عمرك أنا مو هلا هلا هلا. صباحكم الله بالخير. صباحك الله بالخير. أهلا وسهلا. هلا أم عبد الله. نعم. بغيتك بكلمة راس. تفضل. وأنت عقب ما أعطيت الموافقة جاي تبشرني؟ لا لا، هو ما أعطاني فرصة لا أوافق ولا أرفض. بعدين بغيت الصج وهو أبدا من بنت اليرام. أنت ما تمل من هالنغمة، ليش أنا حاطة عرض علشان أجيب بنت اليرام تقعد عندي؟ الله يا أم عبد الله، لا تدرين ياسمين إيش كثر فرحانة، فرحانة وايد. لا والله، وأنت متعني علشان توصل لي هالخبر؟ لا لا، حج وقضية حاجة، قلت أنا ما شفت مطعمك يعني. وأنا ما شفت مطعمك. بعدين أتفرغ له، بشوف شو اللي يصير وياك بالأول. يلا على راحتك. لا لا أم عبد الله، بس بغيت أقول لك يعني بشار سالفتها طولت ترى، شوفك أنت منتي مهتمة. إن شاء الله قربة تتخلص، بس يقضي الفترة القانونية إن شاء الله بيطلع. يعني دفعتي لدية؟ قلت لك إن شاء الله الموضوع خالص عن إذنك. الله يبارك فيك، كثر خيرك يا يبا، هذا الخبر اللي فرح القلب. تفضل استريح استريح. أدوك الريح. ترى أنا ما سويت شيء بصراحة يا يبا. أنت يا يبا ما قصرت، كثر خيرك يا يبا. بس أنت متأكد أنهم تنازلوا؟ 100% تنازلوا، باقي بس حق الدولة. الله. والدولة مين مقصرة؟ الحمد لله الحمد لله، أنا وايد مستأنس. وأمه تدري عندها خبر؟ انت يا عبد الله اول واحد اقول له. بس هي اكيد تدري. تدري شلون تدري؟ تكلم المحامي. تكلم المحامي هي هي لنا بيته، مشاهد بيتنا. الله. اي وعادي ها عادي يتكلم. شو هالحكي يبا؟ شلون تكلم المحامي يبا؟ بتطمن على ولادها يا يبا؟ انت لا تسوي فيها سين وجيم، الله يهديك. عفا عليك، بس لا تخرب فرحتنا. شو لا خرب فرحتكم يبا؟ ايش فيك الله يهداك؟ يعني قاعدة عندك ومفروض تحشم نفسها يا وبويك هي يبا؟ شنو تبي تحاشم محامي؟ تدق عليه قدامكم وتروح قدام خلق الله تسولف وياه بالشارع، وقاعدين احنا يبا يا خرب فرحتكم. شنو ما خرب فرحتكم يا واحدة قاعدة تحاشم واحد؟ شحال شحال وقاعدين بعد. اروح انا. وين تروح؟ قاعد يبا توك يا يلا هداك. بس ما يصير ما يصير تحاشي. يا ربي يا ربي، ايش هالازعاج؟ لمتى هذا بتم هني؟ ويش دعوه يا مي؟ تو واصل؟ واصل من وين؟ من استراليا ولا من فرنسا؟ يما يلا تعال بنتغدى. لا والله صدقت عاد الحين بسمعك بهالازعاج. منو فكرتها هالغبيه مصدر الازعاج؟ ابوه عشان يقنعه شراها له، وابوه يرتاح واحنا نتاذى. يلا يهداك، اخوي يلعب بالنهار وانت تروحين الدوام، يعني ليش تحنين؟ أنا مو كل يوم أروح الدوام، وبعدين هو مفروض مكانه مع أبوه، ولا تنسين إن هذا بيتنا. لا لا مشكورة إذا ذكرتيني، زين تسوين؟ أتقعدين تقلبين هالتراجيديا؟ أنا أتكلم صدق، أنا ما أحب الإزعاج. يعني الحين اليهال مصدر إزعاج الله يحفظهم؟ ما أدري يعني على أساس قايلة معلومة جديدة بتجنني، أنت ناسية إن أنا أم،
لا شكلك صدق ناسيه انك ام. يما يلا تعال. انا مو ناسيه يا حبيبتي، انا ناطره الوقت المناسب عشان اتفرغ لهم. مي الامومه مو هوايه عشان تمارسينها في وقت الفراغ. الله الله على هالدرار، ما ادري على اساس مربيه اجيار ترفع الراس. خليني ساكته لا اتكلم. يما يبوي لجنه تعال لا توقف. يلا يبوي هذا واحد لو كم واحد كان سويته. عندنا وايد عندنا وايد. يلا وي باختصار حبيت اقول لك ان انا موافقه بس بشرط نعلن زواجنا. ابي اكمل دراستي بس. حاضر ما عندي مانع. انت متاكد؟ طبعا انا ادري انك تحبين الدراسه وعندي خبر بعد انك من الاوائل. على فكره هالمره احس ان اختياري 100% وهالشيء هذا بعد علمك بيريح ابو العيال واكيد مع الوقت بتقبل الموضوع. تدرين ليش؟ لاني بستقر وما راح اكرر التجربه مره ثانيه. تعجبيني تعجبني البنت الواثقه من نفسها. خلاص انا بشوف الوالد نحدد موعد الملجأ. اي بس انا خايفه، خايفه ان ابوي ما يرضى ما يوافق عليك. اف انا المفروض اركب عازل صوت من هالبقي هذا. بعد قلبي يا خالتي مشكوره ما قصرتي على العمر طويل ان شاء الله. تصدقين انا وبشار طول الوقت ندعي لك. او قالك انه يدعي لي؟ لا بس بين الصدق الكذب خيبه، يعني انا ادعي لك بس انا حسيت انه هو يدعي لك. ما شاء الله عليك اللي صار راكز. ايه والثمن روح من الارواح راحت. خالتي بعد خلاص قبضوا الثمن وكل ساعه تذكرينا. ياسمينو ذي الفيع الويهي دام النفس عليك طيبه. خالتي دخل خلت عظامك ان شاء الله. انت شو تقولين؟ الام قبضت الثمن؟ من صدقك هالكلام؟ روحي اخذي راجو وخلي يوديك روحي شوفي حال امه شلون صاير. امه تعبانه تصحى وتغفي على اسم ولدها. روحها راحت اندفنت مع الولد خلاص ما لها حياه الام بعد. قبضوا الثمن. تكفين تكفين خالتي خلاص انا اسفه والله ما اقصد. انا ما ابيك تاسفين ابيك تحسين بس. ترى ما قبضوا ولا دينار. الام ما اخذت دينار واحد. الظرف تم مكانه وخالته ردت لي تقول انا ما ابي ولدك ينسجن. ما ابي قلب امه يحترق مثل ما احترق قلب الام. صبر صبر قلبها ان شاء الله يبرد على قلبها يا ربي يا حبيبي. يا رب والله انا ما اقصد خالتي صدقيني ما اقصد انا بس انا يعني مثل احاتي بعد هم طارق ولدي مثل ما وقفتي مع اخوه ودي هم تشوفي لي حل حقه. ياسمين ياسمين انتهت المحاضرة. اروح. تفضلي. والله بالثمن الارواح ما لها قيمه عندكم. جايبه انا ما قمت امن على عيالي معاه ولا على هالسلطه اللي جايبينها معاهم. جايبه العيال انحبسوا في غرفهم مثل قبل. لا الله يهديك عاد لا تبالغ يا خالد. الولد هدا. لا خبرك عتيد تصدق من يادنا هني ما دش داخل البيت كله برا يعيث فسادا في حديقتي. متولع الحين بالسيكل وبعدين بيتفرق حق عيالي. طروق سليط لا يطاق. لا لا عش الحكي هذا لا يطاق شنو؟ يا ام هو حفيدي مثل ما عيالك احفادي. يا يبا ابوي يتكفل به احنا ايش لنا خص؟ ايش هالحكي اللي تقوله يا خالد؟ تقول كلام رده منه وفيه؟ يا احنا متكفلين بعيالكم كلكم. عيالك عيالك انا متكفل فيهم مع العلم انت موجود وامهم موجوده. يبا من فضلك لا تقارن. انا وامهم بنسافر بعد كم يوم وبناخذهم لردينا. الحين انت بالله تقول لي انت عبد الله قال لك متى بياخذ طارق ولا قال لك المهله مفتوحه؟ انت شلون تقارن بين طارق وتركي وعمر؟ اقول مكوني فيه. لا لا اول حطي هذه نيوه. انا ابي افهم من اللي وداه المحكمه؟ من وداه حق اخوه؟ من اللي حط هالفكره الحقيره براسه؟ يا سيدتي يا سيدتي حط
نعطيه هذا الزاوية. لا احنا اول شيء نخلص من الحصان العود وبعدين نبتدي بالحصن الثاني. ليش نصغير ترى؟ لا لا الحصان العود اول. لا الحصان العود. انتوا هاي ها شنو هو؟ انا من قاعد احاكي؟ ليش حاقرين يردوا علي؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك يوبا؟ ايش فيك؟ ليش تقطعين خلوتنا؟ ليش الغلط ابوي؟ يا لا لا ما قبل الغلط. شوفي انت شمقتي مرتي قلنا ما يخالف معذوره، لكن تدشين علينا في بيتنا وتغلطين علينا. لا والله ما نوافق. بعدين اسمعيني ترى انا مالي شغل. انت جيتي هني وقلتي ابو نوره يبيكم، قلنا راح بوسع على ما يقولون. حاضر يارنا ويستاهل. رحنا حق ابو نوره ايش قال؟ قال يا ابن عبد الله تقعد وياك، يقول انك انت طولتي عنده يعني، ويبي يفكر من غير شهود. لكن بالتالي خذانا احنا انا وابو جاسم شهود على الطلاق. ويقول بعد ان اخوه بيوصل الفير وبيروح للمطار وياخذ سيده من المطار للمحكمه علشان يوثق الطلاق. لكن حذرنا قال ها اخاف ان الله سبحانه وتعالى ياخذ امانته. ترى شوفوا انت وشهود اللي هو ابو جاسم وانا. عرفت يا سيدتي هذا؟ إيه ليش اسوي كذي؟ ليش؟ انا ايش سويت فيه؟ ايش سويت له؟ ليش ما قال لي فيس تو فيس؟ ليش؟ تعالي انت ما تسالين عن بنتك. انتوا ليش ما تردون علي؟ ها. ليش ما تقولون لي ليش سويت كذي؟ لا سويت كذي يكرهك كره العمى، وهذا الحرب العين، حرب العين غير ما فيها شرف. يا ابوي حطي الزاويه وين هي اللي هذا كاي كاي اليوم وايد ناس باركوني. الا انت ايش دعوه؟ ما قلتي لي مبروك؟ قرت عينك. ما نستاهل عاد. الناس اللي باركت لك ما عندها سالفه. الحمد لله والشكر. شو باركون لك عليه؟ انه يكون بس متخرج من امريكا. طالع من قضيه قتل نفس. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ الله اكبر يا رب. الله ما طولك يا روح. بس خلاص تعودت انا على طبعك هذا، طبعك البايخ هذا تعودت عليه. ذبحتيني، لازم تغثيني. ايش فيك؟ حتى طارق قرت عيني شلته وديته عند ناس ما يواطنهم ولا يواطنونه بس علشان ارضيك، وهم بعد مو عاجبك؟ توديته مكان السليم على فكره. الله اكبر. اوه كان المفروض من الاول يقعد عند امه مو عند مرت ابوه. وبعدين على طاري طروق اخوه ان شاء الله الاشرف فين بيقعد؟ غرفه اخته مع اخته ولا بنفضي له غرفتنا؟ منيره ايش فيك؟ تدوري المشاكل انتي؟ علامك؟ ها خليه يطلع الولد بالسلامه بعدين يصير خير. بعدين شنو انت قاعد تصرفين عليه ولا ايجار البيت عليك؟ لا تغلط، اسمها شقه مو بيت. قربي وجهك. لو بيت كان انا مستعده اشتغل وادفع معاك. من اشتغل؟ ايش تبي تشتغلي يبا؟ شنو شغل ما شغل ما يمشي الحكي. اي والله انت من غير شغل مطلعه روحي، بعد تشتغلين؟ انا ما يمشي عندي شغل ما شغل، مره تشتغل. صلابي واحده تشتغل كان ما خذيتك. اصلا لو انا ادري بعيش هالعيشه ولا يدتي كانت تدري انك بتقعدني مع عيالك كان ما وافقت تزوجني. الله يا الله يا ربي. الهي الهي عليك انت شنو؟ شنو انت؟ الله ياخذك ان شاء الله، ذبحتيني طلعتي روحي. الله ياخذك انت ان شاء الله، ليش ياخذني؟ شفتي شلون دافت عنك دفاع المستميت؟ عجبتك ها؟ لا بأس. الحقيقة فاطمة أنا عندي كلام وايد ممكن أقوله، لكن هي ما أعطتني فرصة، استعيلت ومشت. هل هي مانع يا عبد الله؟ الله سبحانه وتعالى مان علي ومكرمني إني أحل مشاكل وايد في البيت. ومتى تحل هالمشكلة هذه اللي تحت وتفكنا منها؟ المشكلة هذه بنت عود عليها. تعود على صوت البقي؟ ابن علي يا من تعود، هذا ولدنا بعد حفيدنا، يعني أبوه تعود عليه إنه ما يروح المدرسة. تعال يا خالد. خالد ما شاء الله عليك، عرفتي من طقة الباب إن هذا ولدك خالد؟ لا إله إلا الله. عاجبك اللي يصير يمه؟ وأنت عمركم سويتوا شيء عجبني. هذه مي حالة يا يمه، نبي ننام وقادرين، وإذا الجيران سكتوا باكر بيشتكون. بعدين هذه مو بحالة. إذا طلع طارق برا وصادته مشكلة، إيش بتقولين حق عبد الله؟ لا تفاول على الولد، لا تفاول عليه، لا تفاول عليه، هو واعي واعي واعي. سمعوني سمعوني، أنتوا إيش عليكم من طروق الحين؟ ما عليكم منه. خلوه أناني هو ويحب نفسه، بس نضرب. إذا انهد حيله وخلص البنزين، إحنا بنتصرف وياه.
خير. لا تحاجي الولد، لا تحاجي. عبد الله. نعم. تدري ايش اللي خلاني انا اغير رايي بالنسبه حق حفيدي طارق؟ امس جايني مفتلت، بقى يدعمني، كان يطق بريك، عرفت ان الولد واعي. ما احبش ما احبش. بتسبح وتغسل ضروسك والحب خله على جنب. ما يلي تسبح. بتسبح غصبا عنك. ولي سلمت خالتي. طلعي برا انت ومالك شغل، طلعي برا. طلعي برا. شوف الحين انا معاك والمفتاح كاهو بديني، بس بعد 5 دقائق بطلع برا وبتكون بروحك بالحمام، ايش رايك تسبح ولا لا؟ لا والله خوفتني. ما راح تطلع وهذا انا راح اقفل الحمام عشان انا كلمتي هي اللي تمشي. وشوف لا تخليني اطلع حرة السنين كلها اللي طافت، لازم تعرف انت وين ومع منو. ماني خايف منك. بتسبح غصبا عنك. يما يخلصونا مره واحده ودوه الشاليه، ما نبي نشوفه. ركبوه عدل. يلا ودى الشاليه، ما ابي اشوفه هني في البيت. زين يلا خلي يحرك، يلا حرك. مرة جواري مرة باقيات. ليش مو رايحين المدرسة؟ ها تكلمك. اليوم الجمعة يا حظي. وليش مو رايحة بيتكم يا حظي؟ هذا مو بيتك. زين يا مول ثانيين ونص، استمتعي في الملاهي اللي امك باجرتها لك. تصور يبا لابسة وكاشخة بروح المكتب واليوم الجمعة. هي الايام كلها تتشابه يا يبا. اي تتشابه، بس تتشابه صارت ممله بعد وما لها طعم. افا هذا انتم شباب وتقولون هالكلام، احنا ايش نقول؟ اقول يبا انت هواياتك كل سنه غير، مره صيد مره قنص والحين زراعه. انا احب الزراعه من الاول، احب الزراعه من الاول، لكن للاسف للحين ما حصلت. مغزى هذه يبا. اقول ترى طروق اتصل في ابوه وطلب منه يجيب له بقي مثل اللي خشته امك وباعته. زين ما دام انت يبا وهو بي يخرب، ايش حقي قاعد تزرع الحين يعني؟ اقول يعني الحين ازرع اول النهار ويمكن يعني يطلع الزر، تطلع الوريدات هذه الحلوه باكر بعلم الغيب. فلسفه لا باس بها. لا مو فلسفه ولا شيء، هذا شيء تعلمناه من ابهاتنا وجدادنا. واحنا يعني الجيل هذا اللي ما تعلمنا من ابهاتنا وجدادنا، هذا اللي تبي تقوله صح يبا؟ لا 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 لا، اذا ما تعلمتوا من ابهاتكم وجدانكم تعلمكم الايام يبا. هذا بدر للحين قاعد يفرش، الظاهر امي باخذته فلوس. انت شلون طرى على بالك هذا بدر؟ شلون طرى على بالك؟ تفضل اخوي. ان طلبت تقابلني برا و هذا انا قدامك، امرني. شوف سلمك الله، يعني بدون مقدمات بدون اي شيء، يعني بصراحه انا يشرفني اني اناسبك. ناسبني في منو؟ بنتك الكبيره. بس انت قبل هالمره جيت تخطب احد ثاني. أنا بصراحة ما أذكر إني جيت أخطب أحد. ليش أنا خطبت منه؟ لا يعني حسب ما سمعت إنك كنت جاي تخطب. والشهر وهذا كان ترى أول مرة جايك وأتكلم معك في هالموضوع. وإذا تبي تسأل عني اسأل. لا لا لا، والنعم فيك، أنت ريال معروف وما عليك قاصر، بس أنت قبل هالمرة زرتنا و كانت زيارة تعارف سلمك الله. جيت اتعرف عليكم بس. ليش يعني
كنت تعتقد اني انا جاي اخطب احيد؟ حقيقة ما ادري ايش اقول لك. يعني انا الحقيقة وبصراحة انا متفاجئ، فاجئتني صراحة بشار. واخذي عليك، انا رجال متزوج وعيالي كبار، واذا تحب تسال عني اسال، واذا في ناقصتك معلومة ترى انا مستعد اقول لك عن كل شيء. لا لا تسلم ما تقصر، بس عطني وقت اسال واشاور. لا خذ وقتك طال عمرك، خذ وقتك وانا حاضر بالتامر فيه وتطلبه. انا سعيده انك تذكرتيني وطلبتيني بالاسم. انت دعسه بطاقاتك في كل مكان، فغص الطيبه تذكرك. مشكوره حبيبتي، يعطيك العافيه وحياك الله. على فكره انا مستعده اساعدك، مستعده اخدمك بدون مقابل، مجانا. ماكو احد يخدم احد مجانا، وخاصه توه يعرفه. يعني الصداقه مو خدمه مقابل خدمه. متصلنا صديقات. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا اختي، اقصد دكتوره، انت مشبهه علي مثلا؟ بصراحه انا ارتحت لك وحاسه اني اعرفك من زمان، ومثل ما يقولون عندنا في علم النفس. ادري في علم النفس يقولون كذي، لذلك انا جايتك علشان ابيش تشوفي لي حل معه هو شخصيا. الولد مبين عليه طفل حركي ما شاء الله، هايبر. ها لا، هو بالحقيقه مخرب اكثر، ولد يحب الاذيه، واذا صرخ ممكن يظل نص يوم على نفس الصرخه ما يسكت. ماني عارفه شنو مشكلته، وهو رافض يروح العيادات، وحتى ابوه رافض يروح، لذلك نبي نشوف حل اذا في مجال بالامكان حضرتك تشتين ومن غير ما حد يدري. ممكن انا اعتقد ان المفترض ان نعطيه جرعه من دواء معين علشان يعني نقلل من نشاطه. لا تخليني اغير وجهه نظري فيك، بعدك ما فحصتي شلون تقررين حضرتك. بهذه معك حق، عيل تدرين شلون المفترض اني اشوفه، يعني اقعد معاه اطول وقت ممكن علشان اكسب ثقته. ما ابي حس ولا ابي اي احد يحس، وانت تقدرين تزورينا في اي وقت بصفتك صديقه جارتنا. الولد هذا ما ابي يضيع مثل ما ضاع اخوه. حددي اجرك وقولي لي كم بالساعه علشان اكتب لك شيك، ولا تقولي لي اخدمك مجانا. اوكي، انتهت المحادثه. كنا اهلي ابي راح طبيب نفسي. شو قلت يا يبا؟ انا موافقه يبا. ها انت على اول كذي انا موافقه يبا؟ يبا الصون ما تقول كذي. الصون تقول انك تسكتين وانا استشف من صمتك موافقتك. انا قايل شيء يضحك. يبا خلاص انا موافقه. يبا عيال يعني غني ومن عائله ومثقف وفاهم، لكن عود يبا اكبر منك ومتزوج ومعين. يبا على ما اظن انت من حقك تاخذ راحتك في بيتك، وانا بعد ابي مكان خاص لي. ها يبا ترى انا ابوك مو اخوك ولا ولدك اللي تراددينه بهالحكي. يلا قومي، ما ابي اشوفك. قومي. على شنو ضحكت يبا؟ فيني ضحكه وضحكت، ممنوع ولا تحقيق؟ ها ترى هذه بنتي، تكسرين هيتي قدامها يعني بتنرفزيني. عبد الله ترى مالي خلق، خلي اليوم يعدي على خير، لا تتناجر معاي. ترى اذا تناجرت معاي وعليت صوتك بوصلها لاكبر راس، فاهم ولا لا؟ زين ما بيتنرفز، ما بيتنرفز. علي التزامات لازم اخلصها. والله ما ادري عادي يا حبيبتي ايش كثر، اسبوع اسبوعين. متى؟ هيا انت ليش قلقه كذي؟ شنو ناقصك؟ ما انت حواليك عرب وايد وتقدرين. اوكي خلاص 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 لا تعصبين. لا حول الله. زين بشوف نفسي انا، يمكن بشوف ظروفي بعدين بكلمك. خلاص خلاص مع السلامه. كلها معصبه انت. اوكي باي باي. حبيت اقول لك اني غيرت نظامي الرياضي، يعني بدال لا راح اركض الفير راح اركض العصر عشان الصبح عندي دوام. خساره.
بتفقدين الفانس. انت تدرين كلهم موظفين وقايلون الظهر. وانت عاطل؟ انا حر نفسي، انا عندي شركه وعندي اللي يديرها. ماي نيم از شيري. هلو شيري. هلا ابو تركي. هلا ابو تركي. ابو تركي وعلى حد علمي ام جاسم. اهلا وسهلا. اهلا. يما احرجتيني، ما كان في داعي لهالجمله الاعتراضيه. ومن كثر ما انحرجت تميت ساعه. لا والله ساعه ونص الا ان شرفتني بهذه الزياره. اضطريت الطف الجو. الله اكبر، ساعه ونص تلطف الجو؟ كان خليتهم ساعتين، نص ساعه حق ابو تركي والنصف الاخر لام جاسم، ويا دوبك تكفيكم بعد. يما انت كنك تقولين ان وقفتكم مريبه وفيها انه. انت متى بتسافر؟ انت ليش تسأليني متى بسافر؟ انت اصلا ما كنت مقتنعه اني انا اسافر. كنت تقولي اللي عندها اخوان خلهم يسافرون معاها، انت مجرد نسيب. هملت اشغالي وهم مجابلين اشغالهم وناسين امهم. وكل شوي تقولي لي متى بتسافر؟ متى بتسافر؟ وانت الحين ماسك شغلك يعني؟ انت ابوي اكيد قال لك ان الشركه عليها مخالفات وايد. يا رب تك، هذه كلارا تاخرت ما ادري متى تصدق. يا مهب المخرج مجنون طالع على ابوها عبيد، مجنون هذا، يخرب زرعي يخرب زرعي. هو بيخرب زرعك بيخرب زرعك. لا لازم الواحد يراقبه. شو تراقب فيه يا يبا؟ الله يهداك، الوقت ترى يمر وانا متضايق حيل يا يبا، وكل يوم اغرق زياده يا يبا. احاكيك انا يا يبا، انا متوهق، لا تشوفني كذي، ترى متضايق ومتوتر. متوتر ايش حلا؟ متوتر ايش حلا؟ رزقي ورزق عيالي مو لعبه يا يبا. ايش في رزقك ورزق عيالك بالله؟ لا تقعد تقلد امي، انا قاعد اكلمك وانت لاهي مع طارق. ايش اقلدها فيه؟ ها؟ ايش اقلدها فيه بالله؟ انت ما تشوفني يا يبا انا معصب؟ كل ما ينفتح الباب الاقي بدر يالس هني متسمت في فيلا ما دفع فيها فلس واحد. ما تبيني اعصب يا اخي؟ هي كيف تسوي اللي تبي تسويه، بس بعد ما يصير تتجاهل مشاكلنا. هي لو مسلمتني الشركه الام كان انا ما توهقت هالوهقه. الكل يقول لو كنت انا مهندس ناجح كان هي سلمتني شركه العيله وكبرت وكبرت مع هالشركه. لكن الحقيقة يا يبا أن أنا شركتي صغيرة، ما في أمل أخذ أي مشروع. والسبب من أمي. أمي هي السبب يا يبا. الله يوفقك. وأنت الله يهداك مخلينا نغرق ولا هي مع طارق. طرق شيطان، طرق ابليس، شغل طالع طا 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 هاك، رد رد رد. ويا ليت عارف يسوق، غشيم طالع على يدته غشيم. لكن أنا أوريك فيه يا طرق، راح بعيد يا طرق، بعيد بعيد هناك بعيد. لا تنصب الزرع، لا تنصب الزرع. يا ذبحتني انا ازرع وانت تدوس وتخرب. يا لا يجي لي الحياه. يلا ياي، تعتذر عن كلام تعني؟ ياي استسمح منك واطلب منك المغفره. انا ردت كلام انا مو مقتنع منه والله يا يما، انا ما ادري ليش اقوله. ما له اي علاقه بفشلي. ساعات احس ان مالي شخصيه كلش، اكرر كلام اخواني واللي قعدت مع ابوي استرسل واقول وازيد، وبعد دقايق اتمنى اللي قلته كله ما قلته. انت سخيه يا يما، ورايتك بيضه معاي ومع غيري، ومن السخافه اني انا يعني احملك فشل انت مو سببه. واكيد ابوك معيدك في كل شكوى. يما احنا بعد لازم نشتكي له عشان ما يحس ان دوره انتهى. عيل قول اللي تبي، خلاص مسموح، تفضل قول. لا يا يما مو مسموح. تصدقيني يا يما، انا كل مره اعيد هالموال اللي تعودنا عليه احس اني صغير. اقول بكره عيالي اللي كبروا يقعدون يستنزفوني ماديا ومعنويا مثل ما انا اسويها الحين. خالد شو المطلوب بالضبط؟ ما في شيء يمه، دعواتك ورضاك. الحين ولا بعد شوي؟ يمه. زين خالد، انا عندي طلب هلكي بينات صاير، ممكن؟ تدللي يا الغاليه. يا ريت اذا في قلبك شيء علي انتي تقول لي على طول، ولا تسوي مثل اخوانك مي وهذاك
وتروحون تزنون براس أبوكم. أنت شايف الحالة وين وصل؟ وأعتقد أنت فاهم قصدي.